الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وهذه الحكمة هي آخر حكمة في الباب السابع تقريبا، آخر حكمة في الباب السابع، وهي متعلقة بالآداب التي يجب أن يتحلى بها مريد الله عز وجل، الذي يريد أن يصل إلى الله بقلبه في الدنيا لا بأعماله فقط. فكثير من الناس محجوبة بأعمالها عن الله، ولكن المريد هو الذي يريد أن يصل من خلال عمله إلى الله ولا يحجب بعمله عن الله. فهذا المريد عليه أن يتحلى بآداب، فمن بين هذه الآداب هو أنه لا يستقل على إنسان لم تظهر عليه بوادر المعرفة وبوادر الولاية بالرغم استمراره في العبادة في أمد طويل، لأنه يبين لك في هذه الحكمة أن الناس على نوعين: قوم أقامهم الله في خدمته، وقوم جعلهم اختصهم بمحبته. قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته، وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فهناك قوم في الخدمة استخدمه الله في العبادة وفي الزهد وفي الذكر، تجد منهك في الذكر، منهك في العبادة، منهك في الصيام، منهك في قراءة القرآن، ليل نهار قارئ للقرآن، ليل نهار ذاكر، ليل نهار عابد، غالب حاله لما تيجي تقابله تجده صائم، وكثير منهم يزهدوا أن يجلسوا مع الناس. هؤلاء هم العباد الذين أقامهم الله في خدمته. وقوم آخرون اختصهم بمحبته، فعبادتهم قلبية، فهو يجلس معك يكلمك فيما أنت تكلمه فيه أو في أي شأن، ولكن هو مع الله بقلبه. دول العارفين، فتجده مستريح، هو مع الله لأنه عباداته قلبية. الأول عباداته على الجوارح فاستهلك الجوارح، والآخر عباداته بالمعاني في القلوب. والكل يقوم بالفرائض، أدنى حد هو الفرائض والسنن الرواتب، ولكن نحن نقول الذين اختصهم الله في خدمته يزيدون على الرواتب وعلى الفرائض بأعمال وعبادات كثيرة أخرى. أما الذين اختصهم الله بمحبته فقد استراحوا بعد الفرائض والرواتب، فلا يفعلون إلا عبادات قلبية. فتجده مشاهد لله عز وجل أو مراقب لله عز وجل بقلبه في كل لحظة، فلا يغيب الله عن قلبه لحظة سبحانه وتعالى. فهو يقول في جنة المعارف مع الله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا هو حاله، تحسبه جامد مستريح، ولكن هو يمر مر السحاب في المعاني الملكوتية الرحمانية التي تأتيه وتهب عليه في قلبه في كل لحظة وفي كل حين. هؤلاء هم المختصين بمحبة الله عز وجل، فهم والمحبة هذه لا تدرك بسلوك، ولكن هي محض وهب من الله، فهي وهبية لا كسبية. يعني إذا أدركك الله من الخدمة إلى المحبة يدركك بالوهب لا بالكسب، مش بالاكتساب، يعني ما لهاش سكة عشان توصل له، إلا إن ربنا هو اللي ياخدك يختارك. يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى يهدي إليه من ينيب دول اللي في الخدمة، ويجتبي إليه من يشاء دول اللي في المحبة. يبقى الاجتباء محض فضل من الله، هو بس اللي ياخد ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ليست لها سلوك معين واكتساب معين، بحيث أنك إذا سرت في هذا الطريق مثلا بعد فترة توصل للمحبة، لا، ما تعرفها، لا تصل لهذا إلا بالله لا بنفسك. ولذا يقول: قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته. فإذا رأيت الإنسان الذي انشغل في الأوراد سنوات طويلة ولم تظهر عليه أمارات الولاية فلا تستقل حاله، لأنهم قوم أقامهم الله في خدمته.
يبقى الحكمة دي متعلقة بالحكمة السابقة. لو قرأنا الحكمة السابقة تفهمها. بيقول إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد، يعني أقامه في الخدمة، الأوراد يعني الخدمة، فلا تستحقرن ما منحه مولاه لأنك لم تر عليه سيما العارفين. أنت عايز تجيبه يبقى من أهل المحبة. المفروض أنه طالما عاش في الأوراد 20-30 سنة خلاص بقى يتنقل يبقى ولي كبير، بقى تبان عليه أمارات الولاية والراحة والاستكانة وكده. لكن أنت ما لقيتش عليه أمارات الولاية ظهر، واخد بالك؟ فعايز يقولك إنك أنت ما تستقلش ذلك لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين. فلولا وارد ما كان ورد، فلولا وارد من الله ما كان ورد يداوم عليه، لأنهم أقامهم الله في خدمته. يبقى في ناس جالسة خلف الباب وناس داخل الباب، في ناس تعبد الله من وراء حجاب وفي ناس تعبد الله وقد زال عنها الحجاب. فهمت؟ في ناس تعبد الله بالدليل والبرهان وفي ناس تعبد الله بالشهود والعيان. فدي مسائل، مراحل مراحل. يعني في ناس تعبد الله، أما تقول إيه هو دليلك على وجود الله؟ يقول وهل غاب الله حتى يحتاج لدليل؟ لأن ده لكن أما تكون أنت من أهل البرهان تقول دليل وجود الله وجود الحادث المخلوق، فطالما في مخلوق يبقى دليل أن هناك خالق، فاستدللت بالعالم على العالم سبحانه. وعلشان كده قال لك رب العالمين. العالم سمي عالم لأنه علامة على خالقه، لأن لا يمكن، أنت ما خلقتش نفسك ولم يدعي أحد أنه خلق نفسه ويوجد نفسه، وما ادعاش أي حد في الأكوان أنه أوجد هذه الأكوان، ولا بد لأي شيء موجود يبقى ليه واجب. فيبقى ده أهل الخدمة يستدلون على الله بالدليل والبرهان. أما أهل الشهود والعيان لا يحتاجون للدليل والبرهان، كما قال سيدنا علي عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. كان من أهل الشهود والعيان سيدنا علي، فما احتاجش الدليل. يقول عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، مش محتاج بقى دليل، هو خلاص لا يقبل. إذا شك يشك في وجود نفسه ولا يشك في وجود الله عز وجل، لأنه ظاهر في كل شيء وباطن في كل شيء سبحانه وتعالى، لا يحجبه شيء لأنه قاهر فوق عباده. المحجوب هو المخلوق، أما الله فلا يحجبه شيء. هذه المعنى. وعلشان كده أيها المريد إلى الله إذا أقامك الله في خدمته ولم تحدث لك أمارات الولاية وعلامات الولاية فاطمئن لما أنت فيه، لأن لولا الوارد من الله ما أقامك في هذا الورد، لولا المدد ومدد العناية ما أقامك، فاستمر على ما أنت عليه حتى يفتح الباب، وإن لم يفتح الباب فأنت على خير كثير، لأن لا يفتح الباب بأورادك ولا بأفعالك ولا بنفسك، ولكن يفتح بالله يخلق ما يشاء ويختار، يجتبي إليه من يريد، وأنت لأنك عارف بالله تقبل قدر الله وتقنع بما أقامك الله فيه. فإذا قنعت بما أقامك الله فيه كنت أغنى الناس وكنت أعرف الناس بالله. أما إذا اشرأبت أعينك إلى مقام لم يمقمك الله فيه فهذا من باب حظوظ النفس والطمع، وأهل الحظوظ وأهل الطمع محجوبون عن الله حجاب غليظ. واضح الكلام؟ وعلشان كده يقول إيه قوم أقامهم الله في خدمته أو لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته. فالملك مثلا سبحانه وتعالى الملك القهار، لو مثلنا الحال بملك من ملوك الدنيا تجد له عبيد يخدمون في المطبخ وينظفوا القصر ويكنسوا ويمسحوا، وليه عبيد تانيين يقعدوا يجلسوه يأنس بهم ويأنسون به. يبقى في ناس أهل مجالسة وهم عبيد برضه، وناس تانيين أهل خدمة يشتغلوا تحت في الفرن ويشتغلوا في المسح ويشتغلوا في الكنس ويروحوا في السوق ويعملوا، وهو بيحب دول وبيحب دول، لأنه هو يحب دول ويحب دول، لأنه الاثنين في طاعته، الاثنين في طاعته. وكذلك الله سبحانه وتعالى مع عباده الصالحين، قوم أقامهم في الخدمة يريد منهم ذلك ويحب منهم ذلك ويسبهم على ذلك، ولولا إمداده
ما فعلوا ذلك، ولولا كمال عنايته ما استمروا في ذلك، فهي رحمة. ولكن هناك قوم فوقهم أعلى منهم درجة، والله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وفضلنا بعضكم على بعض درجات، ورفع بعضكم على بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، وقال يخلق ما يشاء ويختار. إذا كانت الأزمنة فضلها الله بعضها على بعض، والأمكنة فضلها الله بعضها على بعض، والمخلوقات فضلها الله بعضها على بعض، فاختار من المخلوقات البشر، واختار من البشر الرسل، واختار من الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، أي محظورا عليهم في الدنيا دون الآخرة ودون البرزخ، بل هم في دوام الترقي وفي دوام العبادة، حتى إن أهل الأوراد في الدنيا في برزخهم مشغولون بأورادهم، فتجد أهل القرآن يقرؤون القرآن في قبوره يلتزون به، وأهل الذكر والتسبيح والصلاة على النبي يلتزون في قبورهم بالتسبيح والذكر والصلاة على النبي، حتى أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر على قبر سيدنا موسى بن عمران في رحلة الإسراء قال وجدته قائما يصلي في قبره. يبقى كانت متعة سيدنا موسى الصلاة، كانت أوراده غالبها الصلاة، فانشغل بها في قبره كذلك. وتكون العبادة في القبر عبادة تشريف لا عبادة تكليف، حيث أن التكليف انقطع، ولكن تكون عبادة تشريفية، والعبادة التشريفية تساب عليها ولا تسأل على تركها، ولذا يستمر الثواب مع الإنسان وهو حتى في قبر يعبد رب، وإن كان انقطع التكليف، ولكن هو ثواب العبادة ولا يوجد اللوم على تركها. واضح؟ ووجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا يونس بن متى آخذا بخطام ناقته ملبيا إلى الكعب، يعني هيعمل عمرة. سيدنا يونس بن متى ميت قبل النبي بحوالي 3000 سنة ورايح يعمل عمرة، الله، في برزخه. يبقى هم مشغولون فيما كانوا عليه من حال بأرواحهم، وإن كانت أجسادهم محصورة في قبورهم إلا أن أرواحهم منطلقة في الأكوان حيث تريد، وتعبد الله العبادة التي كانت تأنس بها في الدنيا. فأهل الأوراد وأهل الخدمة ما زالوا يعبدون الله بكمال عنايته وإمداده لهم حتى وهم في برزخهم، ولذا وما كان عطاء ربك محظورا، أي محظورا عليهم في دنياهم دون برزخهم. تجدهم في البرزخ برضو عطاء ربنا مستمر معهم وإمداده مستمر حتى يستمروا على ما هم فيه من خير. فهم؟ أيوة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. طب وماله، ما يدخل الجنة الإنسان في قبره الصالح يفتح له نافذة على الجنة فيرى مقامه في الجنة ويهب عليه نسيم الجنة ويفتح له في قبره فيصير قبره روضة من رياض الجنة، فكأنه دخلها، ولكن هو منتظر البعث عشان يدخلها حقيقة. فهمت المسألة؟ فهذه المعنى قيل ادخل الجنة يعني بالمعنى ده. ما حدش هيدخل الجنة إلا بعد ما تنصب الموازين، لكن قيل ادخل الجنة، فهمنا الآية دي من السنة، فهمنا الآية دي من السنة. السنة قالت إن في برزخ وإن الناس هتفضل في برزخها، إما معذبون في قبورهم أو منعمون في قبورهم، حتى إن المؤمن يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه مشتاق بقى شايف مقامه في الجنة وعايز تقوم وتخلص. والكافر شايف اللي مستنيه أشد من اللي هو فيه، فقول اللهم لا تقم الساعة، اللهم لا تقم الساعة، ربنا ينجينا. وعلشان كده مجمل القرآن تبينه السنة، ومطلق القرآن تقيده السنة، وعام القرآن تخصصه السنة. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي مبين للقرآن، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، فلا تستطيع أن تفهم القرآن إلا بالرجوع إلى السنة، وإلا ففي القرآن في مجمل يحتاج لتبيين، وفي القرآن في عام يحتاج أحيانا إلى تخصيص، وفي القرآن هناك مطلق فيه يحتاج إلى تقييد، وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى مثلا أطلق وقال حرمت عليكم الميتة،
بالإطلاق كده. جاءت السنة قيدت من الميتة أشياء أحلتها اللي هي السمك والجراد، فتأتي السنة تقيد المطلق، واخد بالك؟ وهكذا وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة. فحاصل الباب السابق هي رفع همة المريد إلى الله عز وجل مع مراعاة الأدب في الأنفاس والأحوال مع نفسه ومع ربه ومع الخلق أجمعين. ده حاصل الباب السابق كله. احنا قلناها امبارح يا سيدي، انت مش كنت موجود امبارح؟ هو كتاب بقى الشيخ يسري، مش احنا قلناها امبارح؟ لا لا لا، دي سفينة النجا. علامة الولي هو انه يكون مشغول بالله في كل حال، مطمئن الى قدر الله، راضي على كل حال، وعنده يقين بالله لا يخالطه شك، واخد بالك؟ ويرضى على ما أقامه الله فيه في كل حال، وفي قلبه شفقة وحب للناس أجمعين خصوصا المؤمنين المسلمين. هي دي العلامة. والذين أمنوا مشفقون منها، مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ما هو مشفقون منها لأنهم إيه في الدنيا خايفين، خايفين لا حتى يعني هل يختم لهم بخاتمة السعادة أم لا، خايفين من الله. لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. ثم بعد ذلك في أول الباب الثامن قال رضي الله عنه: قل ما تأتي الواردات الإلهية إلا بغتة. أنت بقى راجل قاعد في الخدمة عايز بقى تترقى، نفسك بقى تبقى من أهل بقى إيه المحبة، يتفتح الباب وتخش. أنت قاعد تخدم وتمسح على الباب طول النهار والناس قاعدة داخلة جوه، أنت بتعبد بالدليل والبرهان والتاني بيعبد بالشهود والعيان، حاجة تانية، مقام عالي فتح له. مش الناس يقول لك ده ربنا فتح على الراجل ده، فتح عليه يعني انتقل من الدليل والبرهان إلى الشهود والعيان، دي معنى الفتح. يحس الفرق بينها وبينها كالفرق بين الحي والميت. فالإنسان نفسه ينتقل، بطبيعته الإنسان شغوف للزيادة، الإنسان كده خلقته كده، ربنا خلقه كده شغوف للزيادة باستمرار. أي قلما تأتي، فقلما تأتي الواردات الإلهية إلا بغتة. تجي لك فجأة الحكاية دي بقى، تلاقي الفتح يجي لك فجأة. إمتى ما تعرفش؟ علشان تعرف إن هو جاي لك من الله مش باستعداد منك. لأنه هو أصله بيجي إيه وهبي مش كسبي. فطالما حاجة وهبية فيبقى تيجي فجأة. تجي لك فجأة كده. نايم تصحى، نايم من أهل الدليل والبرهان، تصحى من النوم من أهل الشهود والعين. تلاحظ وانت في وسط الصلاة نويت صلاة ركعتين، فأول ركعة من أهل الدليل والبرهان، وانت ساجد في الركعة الثانية بيت من أهل الشهود والعين. تلاحظ لدرجة سيدنا عبد الوهاب الشعراني مثلا وهو ساجد مرة بيصلي الفجر، فإيه فكشف عنه تسبيح الحصى اللي في المسجد والأعمدة والحاجات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحات. هو بيسجد زي بيت خلق الله بيصلي الفجر في الجامع خلف الراجل الامام، فهو ساجد في الركعه الاخيره بس لقى ربنا كشف عن اذنه الحجاب فسمع تسبيح الكائنات كلها. فمشكلته عمل ايه؟ ما عرفش يرفع، الناس كلها رفعت وقالوا الراجل ازاي رغموا عليه ولا حاجه، ما عرفش يرفع لحد ما الشمس طلعت، فضل ساجد كده لحد ما الشمس طلعت، لحد ما ربنا غيبه تاني بالحجاب فرجع تاني ما يسمعش تسبيح الكائنات. ففاق لنفسه. فانت تحمد ربك لان ساعات الحجاب لو اتشال تلاقي نفسك ما تعرفش تستقيم حياتك. فاحمد ربك على ما اقامك الله فيه. فهمت المساله؟ تحمد ربنا على ما اقعد كده انت في اوضتك كده وانت بتصلي اوضتك مقفوله، تخيل دخل عليك ملك يصفحك، هتتجنن، هتروح في داهيه، هتمشي تتجنن، بتبقى بريال على طول كده، مش هتتحمل رؤيه الملك. بس المقابلة صعبة لأنه ده طبيعة غير الطبيعة، مش كل واحد يتحملها. ممكن سيدنا محمد بقى أقوى الخلق، قولوا بشر، وانت هتعمل حالك زي الأنبياء؟ هو انت هتبقى زي الأنبياء؟ انت حتة عبد صغير تعبان غلبان. الأنبياء حاجة تانية، ربنا مأهلهم انهم يتصلوا بالملائكة الأعلى. فهمت ازاي؟ انما احنا علشان كده
ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا انبياء، لان احنا خلقتنا ما تتحملش اننا نلتقي بالملأ الاعلى مباشره، طبيعتنا كده. وعشان كده ما تستعجلش، وربنا جعل لك ايه للناس المجاذيب اللي ماشيين في الشارع مجاذيب دول، اهو ربنا كشف لبعضهم بعض الاشياء ما تحملش عقله فبقى ماشي مجذوب في الشارع، ويعيبوا على الصوفيه بالمجاذيب دول. فهمت ازاي؟ لان الصوفيه تقول لك المجذوب ده ولي لكن لا يقتدى به لانه فقد عقله، غير مكلف، بس بقى عنده ولايه استفيد بيه، خليه يدعي لك، تشفق عليه، تديله لقمه ياكلها، لانه مش دريان بنفسه، ممكن يقعد يومين وثلاثه ما ياكلش ولا يشرب، ماشي كده هيمان في الدنيا، مش دريان بنفسه، لانه كشف ليه حاجه غير المجانين، المجذوب غير المجنون. خد بالك في المجنون اللي عنده مرض نفسي ده في المستشفى، الامراض العقليه دي شغلانه تانية، دي امراض نفسيه، دي حاجه تانية. انما المجذوب ده انسان سوي ما عندوش مرض نفسي ولا حاجه، كشف ليه فجاه اشياء ما تحملهاش وهو في حال اما عباده او حتى في حال معصيه، في اي حال ربنا راح كشف له حاجه كده. ماشي مثلا بيشيع جنازه فبيحط الجنازه في القبر، شاف عذاب القبر، الناس ما بتشوفش، كل الناس يحطوا الجنازه في القبر ما بيشوفوش حاجه، هو فجاه دونا عن المشيعين شاف عذاب القبر، طلع بقى ماشي ايه يترعش ويلتفت حوله وما يكلمش حد، خلاص زهد الدنيا، خلاص مش عايز يرجع بيته، خلاص شاف حاجه خليته مش مستحمل حتى يعني يقترب من الناس، بعد ما كان ماشي في وسطهم في الجنازه بقى يجري منهم، الناس قالوا الراجل اتجنن، شاف ايه ده؟ هو كمان مش فاضي يقول لهم انا شفت ايه. فهمت؟ في ناس كده بتحصل، بيفقد عقله. فالانسان اللي فاقد عقله ده بيعتبروه الصوفيه انه مجذوب، جذب جذبه شديده فما تحملهاش عقل، لا يقتدى به، ولكن يعتبر من نوع من الاولياء، ربنا جعلهم لك ايه ليك علشان ما تتمناش حاجه قبل اوانها، والا هتبقى كده. فهمت؟ جعلوا لك كده مخصوص. فيجوا الناس اللي بيعترضوا على الصوفيه يالفوا كتب ويكتب لك حال المجاذيب اللي مكتوبه في الكتب بتاع الصوفيه، ونشوف الصوفيه بيقول لك الراجل كان بيمشي يبول على نفسه، ما كانش بيصلي، وكان مش عارف ايه، هي دي الاولياء بتوع الصوفيه، الصوفيه دول عالم مخرفين. في ناس طابعين كتب مخصوص يردوا يعملوا كده، هم مش فاهمين. مش فاهمين حاجه. واخد بالك ازاي؟ قلما تاتي الواردات الالهيه الا بغته، صيانة لها ان يدعيها العباد بوجوب الاستعداد. مين قال لك ان هيبقى عاصي؟ مش مكتوب كده، كتاب ايه اللي قريته ده؟ بتقرا الكسموم؟ المهدي المنتظر يا سيدي مش هيبقى عاصي، ده المهدي المنتظر من آل البيت وعالم من علماء الدين ويصل لدرجة الاجتهاد المطلق في علوم الدين، لكن هو ما يعرفش نفسه ان هو هيبقى حاكم للناس. يا سيدي لا، يا ابني لا، ده هو ربنا هيصلح له حاله في يوم وليله، يعني يستقر له الحكم في يدي في يوم وليله، ادي كل الحكايه. هو راجل عالم من علماء المسلمين الصالحين، نشا في المدينه المنوره، واسمه محمد وابوه اسمه عبد الله وحسن النسب، ادي كل حكايته، وراجل صالح زي سائر العلماء الصالحين العاديين. فهمت ازاي؟ ما يعرفش حتى نفسه ان هو هيبقى يحكم المسلمين وهتبقى ليه، هو نفسه ما يعرفش نفسه، ولا لا هو اصلا مش عارف، هو عايش كده في اقام الله فيه، هو مش عايز فجاه الناس تجتمع عليه في موسم حج وايه وتقول له انت اللي تبقى نبايعك على انك انت تجمع امر المسلمين، هو مش عايز، هو يهرب مره واثنين وثلاثه لحد ما يجد ما فيش بد فيقبل، فيروحوا مجهزين جيش عشان يهدم الكعبه الكفار، فربنا يخسف باولهم واخرهم. فاول ما يحصل الحكايه دي كل حكام المسلمين يبايعوه، يخافوا منه بقى، يقول لك لا ده راجل بقى فوق الوصف، ادي معنى ربنا يصلح حاله في يوم وليله، يعني يستقر له الحكم في يوم وليله، لكن هو اصلا صالح، راجل صالح. مين اللي بيقول لك انه كان عاصي ومبتلى؟ يا اخي كتب ايه؟ مش الدليل بالسنه ان تعبد الله كانك تراه، ادي العيان، فان لم تكن تراه فانه يراك، ادي الدليل. الإحسان، مقام الإحسان بين الدليل والبرهان وبين الشهود والعين. الدليل والبرهان هو أن تعبد الله كأنك تراه، يبقى أهل العين أهو، والدليل والبرهان فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهمت؟ بس
وكل الصوفية هدفها الوصول لمقام الإحسان، كل المجاهدات اللي بيعملوها دي كلها للوصول لمقام الإحسان على سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ما حدش فيهم مبتدع ولا حد فيهم ألف تأليفة جديدة، فهمت ازاي؟ كله عايز يوصل بالسنة. والجنيد نفسه عبد القادر الجيلاني وغيرهم وغيرهم يقول ايه، طريقنا محفوف بالسنة والقرآن، منحوت كده بالسنة والقرآن، ما تقدرش تقول ان فيها بدعة. هذه المسألة. لكن بعضهم من الصوفية بيوصف بعض احواله بامور رمزية مش كل الناس تفهمها، فيعترضوا عليهم بالرموز. ادي كل الحكاية، لان مش كل الناس بتفهم. يعني يجي واحد مثلا من الاولية يقول ايه، نحن خضنا بحرا وقفت الانبياء بساحله، يعترضوا عليهم بالكلمة دي، يقولوا الله ده انتوا قلتوا ان الولي اشد من النبي، ده النبي واقف في الساحل وانت خدت البحر، يعني بقيتوا اشد من الانبياء، بيعترضوا عليهم من كلامهم ده. في واحد من الاولياء قال كده، نحن خضنا بحرا وقفت الانبياء بساحله، الله يعترضوا عليهم، يقول لك شوفوا تعالوا ويفضحوهم ويجرسوه، تعالوا شوفوا الصوفية بيقولوا ايه، بيقولوا ان الاولياء افضل من الانبياء، شوف وهم مش فاهمين كلامه. هو يقول نحن خضنا بحر المعرفة فلم نستطع ان نعود منه الى الساحل لنرد الخلق معنا، اما الانبياء فخذوه ثم عادوا ليقودوا الناس مرة اخرى.